فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. مع آيات الأحكام وسورة الطلاق نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب كلية، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبب النزول في الآيات ما رواه ابن ماجه في سنن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجع. وطبعا تطليق حفصة ومراجعة حفصة فيه شيء من الضعف ولكن صحيح. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقهن لعدتهن. وقال السدي: نزلت عبد الله بن عمر طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر، حين تطهر من قبل أن يجامعها. هناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب، منها أولا مسألة الطلاق، ما حكم الطلاق، يعني حكم التكليفي للطلاق، هل هو مباح محرم؟ نعم، الحق أن حكم الطلاق اختلف العلماء فيه على أقوال. قال الله تعالى: إذا طلقت من النساء فطلقهن لعدتهن. قد قال جميل أهل العلم أن الطلاق له أحكام، قد يكون واجبا إذا 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 كان المولي الذي يعني الطلاق قد يكون واجبا للمولي الذي أقسم ألا يجامع أهله بعد 4 أشهر بعد التربص، هنا يقال له إما أن تجامع وإما أن تطلق. عليكم السلام وبركاته. إما أن تجامع وإما أن تطلق، وهذا دلالة واضحة جدا على الوجوب هنا، لأنه سيضر بها، لذلك أمر بذلك. أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة، فهذا أيضا يكون مستحبا. والاستحباب هنا لو قال غير عفيفة، الاستحباب هنا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل: إن امرأتي لا ترد يدي لامس، قال: طلقها أو فارقها. فقال: يا رسول الله، نفسي تشتهيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليها. وقد يكون مكروها إذا سلم الحال ولا شيء عليه، لكن صحيح أن نقول الأصل في الطلاق الإباحة، الأصل في الطلاق الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لركانة أولا قول الله جل في علاء: الطلاق مرتان فأمسكوا بمعروف أو تسامحوا بإحسان. وقال: الطلاق لمن أخذ بيده الساق. وقال أيضا: لو كان الله واحدة قال الله واحد، ولم ينكر عليه ولم يسأله عن سبب الطلاق. من قال بالكراهة ابتداء يتمسكون بقوله إن من أبغض المباحات عند الله الطلاق، أو قيل يعني أبغض الطلاق عند الله، أبغض الحلال عند الله الطلاق. والصحيح أن الطلاق كما قلنا الأصل فيه الإباحة، حتى وإن لم يكن هناك أسباب له، يكون المرء في ذلك له
أن يطلق دون الملامة، وقد يكون خلاف الأولى. وكما قلت هنا عند طرو الأمور ومسألة العلاقة بين الزوجين يحكمها هنا مسألة الحكم في الطلاق، هل يجب أو هو يحرم أو هو مكروه أو هو على الإباحة. لكن التأصيل العام فهو أنه الطلاق على الإباحة. الذين قالوا بالكراهة تمسكوا بالحديث أن أبغض الحياة عند الله الطلاق، ومعلوم متفق على ضعفه، ورواه أبو داود وابن ماجه. والأحكام والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. فالحنابلة والحنفية يرون الطلاق محظور أصالة، يعني هو يتردد بين الكراهة وبين الكراهة وبين الحرمة. والصحيح أن نقول الأصل فيه الإباحة، لكنهم قالوا لأمور. الأمر الأول في هذا الباب هو الحرمة لكفران النعمة. قد قال الله تعالى واستدل على ذلك بحديث لعن الله كل مذواق مطلق، وهذا حديث لم يصح بحال من الأحوال. فقالوا هنا الطلاق محظور لأنه فيه كما قلنا كفران النعمة، ولا حديث لعن الله كل مذواق مطلق، وهذا حديث لم يصح بحال. وإلا خير الناس وسيد الشباب أهل الجنة طلق كثيرا، يقال أنه أعف 1000 امرأة، الحسن أعف 1000 امرأة وطلق كثيرا. فالأمر على الإباحة على الراجح الصحيح، والقول بأنه محظور لأنه كفران النعمة قد نقول قد جعل الله له في ذلك في يده الأمر، وهو إن أراد الاستمرار أو أراد عدم الاستمرار فالأمر راجع إليه. والصحيح على هذا الباب هو أن الأصل في مسألة الطلاق الإباحة، هذا الأصل. وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون واجبا على ما فصلنا القبل، لكن الأصل في الإباحة خلاف الحنفية والحنابلة. الحكم الثاني وهو الطلاق السني، الطلاق قد يكون طلاقا سنيا وقد يكون طلاقا بدعيا. والطلاق البدعي اختلف العلماء فيه، هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، وإن كان ندين الله بأنه يقع كما سنبين إن شاء الله إذا تعرضنا عليه. أما الطلاق السني فله شروط، لأن الأصل مداره على آية وحديث، والآية في قول الله فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما قال له بأن ابن عمر طلق امرأته وكانت حائضا، فغضب النبي وتغيظ، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله لها. لذلك العلماء يرون بأن الطلاق السني يتفقون على نقطة، وهي أن يكون الطلاق طلاق في طهر من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها. ومعلوم أن الطلاق السني والبدعي يخرج منه اثنان، لأن النساء على 3 أصناف: حوامل، طيب، حوائل، حوائض، يائسات. وطبعا يدخل مع اليائسة الصغيرة، فالصغيرة واليائسة الاثنان معا. اليائسة والصغيرة الاثنان معا في هذا الباب لا يدخل فيها سنة ولا بدعة، لأن البدعة أصل البدعة الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض. الحنفية قالوا يبقى إذن اتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية بأن الطلاق البدعي هو الطلاق في حيض أو الطلاق في طهر قد جمعها فيه، لأنه يمكن أن تكون حاملة، فهذا الطلاق البدعي. الطلاق السني أن يكون في طهر غير مجامع فيه، نعم، وأن يكون أيضا أن تكون المرأة حاملة تبين حملها، ف
فهو طلقها على بينة. هذا باتفاق العلماء في ذلك. واشترط الحنفية أيضا أن يكون طلق أن تكون طلقة واحدة في طهر، يعني في كل طهر أن يجعلها طلقة واحدة يعني. وهذا كلام الحنابلة أيضا، لأنهم يجعلون الطلاق ثلاثا طلاق بدعي، والشافعية يختلفون معهم في هذا الباب، يقولون بأن الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو حاملة، ولكن بالنسبة للعدد لا، ليس فيها بدعية. يقولون إن طلقها ثلاثة مرة واحدة فإنه ليس ببدعة، والدلالة ذلك أدلة محتملة وأدلة محكمة عندهم. الأدلة المحتملة فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فبت طلاقي، هذا استدل به العلماء في قولي بت طلاقي، يعني طلقها ثلاثا، لأن البيتوتة أقصد قطع الزوجية، هذا على الطلاق ثلاثا، إن طلقها ثلاثا في ذلك يكون بت طلاقها. وهذا استدلال محتمل، لأنه يكون بت طلاقي يعني بقيت الطلقة الثالثة فطلقها فبت طلاقي، وممكن أيضا أن يكون الطلاق يكون طلقها ثلاثا أو طلقها واحدة وهي الأخيرة. لكن المحكم وحديث ركانة، حديث ركانة وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به، بأنه قال الله واحدة لأنه طلقها ثلاثا، الله واحدة قال ما أردت إلا واحدة، دل ذلك أنه يجوز له أن يطلق ثلاثة، يجوز له أن يطلق ثلاثة بشرط أن يكون منتوي تأسيسا لا تأكيدا، لأنه لو انتوى التأكيد لا تقع إلا واحدة. فعند الشافعية هذا ليس بدعة، الحنفية والحنابلة هذا بدعة، لكن اتفقوا جميعا أن الطلاق البدعي طلاق في الحيض أو طلاق في طهر جامعها فيه. رضي الله عنكم جزاكم الله عنا خير وحسن الله عليكم. وطبعا الشروط في المرأة في هذا الباب، عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليكم، أحبك الله سعيد. الشروط ذلك ألا يكون مدخول بها، وألا تكون يائسة، لأن الغير المدخول بها لو طلقها في الحيض جاز ذلك وليس بدعية، لأنه لم يدخل بها. فالصحيح أن نقول أنه الدخول بها هو الذي يكون فيه البدعة، بأنه لو طلقها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه يكون قد طلق طلاقا بدعيا. على إثر ذلك الكلام كما قال العلماء، على إثر ذلك هل الطلاق البدعي هنا يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء من السلف والخلف قالوا يقع، إن كان الطلاق بدعيا يقع ويأثم صاحبه لأنه خالف الشرع، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، وهي الأدلة الراجحة لا معدل عنها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب الطلق على ابن عمر، وقد قال ابن عمر وهو راوي الحديث قال فحسبها علي تطليق، رضي الله عنك عمر أحسن الله عليك، قال حسبها علي تطليق. وأيضا جاء قول النبي فليراجعه، والمراجعة لا تكون إلا عن طلاق. وابن عباس جاء رجل قال طلقت امرأتي 100، قال قد جعل لكم الله سبيلا لكنهم ضيقتوا على أنفسكم، ثم قال له بانت منك بينونة كبرى بثلاثة وعصيت الله 97. وجاء رجل لابن عمر وراوي الحديث، والقاعدة الحديثية والأصولية عند العلماء الراوي أعلم بما روى، قال النبي قال ابن عمر جاءه رجل وقد طلق امرأته الثالثة كانت حائضا، قال ابن عمر قال ما أفعل لك وقد ركبت الحموقة، نعم يطلق أحدكم في الحيض قد وقع الطلاق وبانت منك امرأتك. هذه فيها دلالة أنه وقع الطلاق يقع، يعني ولو كان طلاقا بدعيا فإنه يقع، هذا رجع صحيح. ومن خالف ذلك على ما رجعه شيخ الإسلام تيمية روى عن أحمد أنه لا يقع لحديث لم يره شيئا، وأيضا لتطبيق قاعدة منطق لا يقتضي الفساد، وهذا أيضا خطأ بين، وهذا خطأ بين، لأنه قول ابن تيمية مستدلا بحديث لم يرها شيئا، الحديث فيه احتمالات، وإذا ترك الاحتمال إلى الحديث سقط به الاستدلال. احتمال لم يرها من العدة شيئا، احتمال لم يرها من السنة شيئا، احتمال لم يرها من الطلاق شيئا، فهنا احتمالات اعترضتها. وما هو الدليل؟ الدليل القوي المرجح للاحتمالات هو أنه لم يرها من العدة شيئا،
لكنه يقع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال علماؤنا هنا هو قد طلق طلاقا عليه أمرنا، هذه الأولى، قد طلق طلاقا عليه أمرنا وفي توقيت ليس عليه أمرنا، فيأثم بمخالفة التوقيت ويصح طلاقه ويقع لأنه طلق طلاقا عليه أمر الشرع. هذا بالنسبة للحكم الثاني. الحكم الثالث، هل المعتدة أن تخرج من بيتها؟ وأصل ذلك قول الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. الحق أن نقول بأنه لا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها، والجهل المركب عند الناس كثير جدا يفعلون ذلك، ما أن غضبت المرأة وطلقها زوجها تأخذ ثيابها وتذهب على أبيها، وهذا مخالف للسنة، وهذا أيضا يجعل المسافة تتباعد ويجعل الشيطان يتمكن، فهي مسألة عظيمة جدا، هذا الأمر عظيم في هذا الباب. ولذلك قال العلماء عامة الأصل أنها لا تخرج لهذه الآية العظيمة، لكن قال أحمد المعتدة من طلاق تخرج في النهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. قال الشافعي لا تخرج الرجعية ليلا ولا نهارا. أما المبتوتة فتخرج بالنهار، سواء قلنا لها المسكن عليه أو ليس لها المسكن عليه. نعم. وقال أبو حنيفة المطلقة لا تخرج ليلا ولا نهارا، والمتوفى عنها زوجها لها أن تخرج بالنهار. استدل المالكية والحنابلة أنها تخرج بالنهار لقضاء الحوائج. قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، لأنها يعني طلقت ثلاثة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وهذا حديث كالشمس لأنه في صحيح مسلم. والشافعية استدلوا بعموم الآية لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن بالنسبة للمطلقة الرجعية، فلا تخرج ليلا ولا نهارا لأنه علاقة الزوجية ما زالت موجودة، علاقة من علاقات الزوجية ما زالت موجودة. أما المبتوتة فاستدل بحديث فاطمة بنت قيس أنها قالت زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقحم علي، فأمرها فتحولت. وهذا على منهج أو على مذهب الشافعية على أن المطلقة ثلاثة لها سكنة وليس لها النفقة، والصحيح قول الحنفية أن المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة، وهي قائلة القول هذا عن فاطمة بنت قيس. والحنفية قالوا ولا تخرجهن من بيوتهن ويخرجن إلا أتينا بفاحشة مبينة، فقد حرمت على المطلقة أن تخرج ليلا أو نهارا سواء كانت رجعية أو مبتوتة. وأما المتوفى عنها زوجها فتحتاج الخروج نهارا لقضاء حوائجها ولا تخرج ليلا. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه لا تخرج الرجعية بالذات، لأنه يأتي زوجها وتكون على امتثال فيردها، أو يتذكر الأيام الطيبة التي كانت بينها وبينها فيردها. والمبتوتة لو كانت في مكانها أيضا ليس لها أن تخرج احتراما لزوجها. لما؟ لأنه هذا الاحترام لزوجها له حق عليها حتى ولو مبتوتة في هذا الباب، تؤدي إلى أن تنقضي العدة. ولو أذن لها الزوج بالخروج فالحنفية قالوا الأمر ليس على الإذن، الأمر على أمر الشارع، وأنه قال لا يخرجنا. والإمام الشافعي يقول لو اتفق على الانتقال جاز ذلك، قد يكون هذا فيه توسعة. والصحيح كما قلت في هذا الباب أنه لا يصح بحال من الأحوال، نعم، ولا يصح بحال من الأحوال أن تخرج لعموم الآية إلا لحاجة ملحة فلها أن تخرج، غير ذلك ليس لها أن تخرج، لأن هذا حق الزوج فلا بد أن تؤديه. نعم. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، رضي الله عنك أخي الكريم، رضي الله عنك عن
فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يحفظكم جميعا ويجعلنا إياكم من الصالحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأجعلنا من يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. طيب، باب إلى النسائي. بد أن تتقي الله، ولا بد أن تأخذ بأحكام الشرع، لأن أحكام الشرع في صالحها، إنها إذا غضبت وذهبت إلى أبيها وأجلسها أبوها بجهل أيضا في بيته فقد خرب البيت سريعا. والحق أن الأمر للاستعتاب، الله تعالى جعل هذه المسألة للاستعتاب، لأن الرجل ممكن يدخل يجدها يتذكر أيام طيبة بينها وبينها ثم بعد ذلك يراجعها في هذا الباب. لذلك قالت فاطمة على أنها ليس لها السكنة بقول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت وأي أمر يحدثه الله جل في علاه بعد الطلاق الثالث؟ بينونة كبرى. فبينت أن غير أن الرجعية هي التي لا تخرج، لأنه سبيل إلى الرجوع. غفر الله لك يا عائشة، غفر الله لك، الله يهديك، رضي الله عنك تجيد، أحسن الله لك. إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. هذا باب في سنن النسائي، ما زلنا مع كتاب الإمامة. عن جابر بن يزيد بن الأسود العمري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ذلك أنا أقول هذه ليست من المروءة تكبيل الزوج ولا تحميله فوق طاقته بهذه المصائب المكتوبة المستجدة هذه. أنا لا أحرمها لكن أقول هي ليست من المروءة، ليست من المروءة بحال من الأحوال. المهم رأى أن السلام برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فأوتي بهما ترعد فرائسهما، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. هنا هذه أيضا يعني فيها ما فيها، عليك السلام وكاته، تأخرت يا مفيدة رضي الله عنك، هنا فيها ما فيها كما قلنا في هذا الباب. يعني الأسئلة ستكون بعد الدرس إن شاء الله. أنت يا مايا يعني تتغربي وضربتينا بسكين في قلبنا بهذا السؤال. هنا يقول في مسجد الخيف تمسك به بعضهم وقال هذا ليس بحجة على 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 أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ويستدل على ذلك عجيب. يقول مسجد الخيف وكان هذا بمنى، والنبي كان مسافرا، فالذي سأله كان مسافرا، وهذا عجب وعجاب. لا، ليس مسافرا، بل أقول هو من منى. هل ترد عليه؟ عندك دليل ترد عليه به؟ لا. يقول هو من مكة، هل ترد عليه؟ لا. فلا بد أن تفهم ذلك، ما الذي يحدث. ده هذا الحديث دلالة واضحة جدا على أن صلاة الجماعة ليست واجب، لأنه قال ما منعكما أن تصليها معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحلنا، كل واحد صلى في رحله، صلينا في رحلنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما، إقرار من النبي. كان الله في عونك مفيدا. طيب، يسر الله لكم الأمر. ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. ففيها أمور، الأمر الأول اعتناء النبي بالرعية، لا يسكت، يبحث لماذا جلس ما صلى، لماذا لم يأتي، لماذا، ما الذي عنده، لو كان مريضا يعوده. وهذا واجب على الأولياء، واجب على الولي أو الأمراء، واجب عليهم مع الرعية. والعلماء أيضا مع الطلبة لابد أن يكونوا كذلك، وأن يعتنوا بالطلبة، وأن يعني يتقصدون معرفة ما هم فيه وما هم عليه. طبعا ليستطيع الإنسان أن يساعد، إن استطاع يستطيع الإنسان أن أيضا يجعل الهمة عالية في الطلب ولا يتوقف. طيب، اجعلوا الأسئلة كما قلت بعد
أي استشكالات أو أسئلة تكون بعد الدرس أفضل عشان حتى لا نتوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ هذا صحيح. فقال يا رسول الله: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل إذا صليتما في رحالكما، ثم لا تفعل إيش؟ لا تفعل أن تقعد والإمام يصلي، وأن تجلس في المسجد والإمام يصلي، لا يصح، لأنه فيه إساءة ظن بكم وفيه تفويت الفضل والكمال عليكم، فعليكم أن تصلوا معه وتكونوا معه في الأجر. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نفلة. هنا صرح بأنها تكون نفلة، ويكون الصلاة التي صلاها وحده هي التي تحسب له فريضة، تحسب له فريضة. فهذا الحديث فيه أدلة، فيه مسائل كثيرة، منها مسألة ما كما قلت اهتمام الولي أو العالم بالطلبة واهتمام الولي بالرعية، ومنها أيضا الحرص على الصلاة، وأن الإنسان إذا كان في مكانه حتى لا يساء به الظن لابد أن يصلي مع الإمام، لابد أن يصلي مع الإمام. لذلك قال له: لما لم تصليها معنا؟ في رواية أخرى: ألست رجل مسلم؟ لستما بمسلمين؟ أبدا 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 يا سعد، جزاك الله خيرا، أنت تفيد، بس هناك استشكالات. يعني حضرتك قلت: طب الآية واركعوا مع الراكعين، فأنت الحمد لله أجدت عنها وقلت أنه ده يخوف الأفضلية، لكن قلت إن كان في استشكالات نخليها بعد الدرس فقط، لكن لك ما شئت في هذا. أبدا أبدا، نسأل الله الذي فعلها أن يرضى عني وعنك، وأن يثبت الخير في وفيك، وأن يجعلنا من طلبة العلم حقا الذين يسعون إلى تطبيقه، وأيضا يعني ينشرونه بين الناس. وارد، وهذا وارد أيضا، وارد لا إنكار، وارد، لكن أيضا وارد أن يكون قد صلى منفردا. فما دام الإيراد موجود، وعندنا الحديث الأول يبين الاشتراك في الفضل، دل ذلك على أن القول بفرضية العين ليست محكمة، يعني الخلاف فيها وارد. استغفر الله، أنت فوق رأسي حبيبي، أنا أحملك فوق رأسي، نتعلم معا إن شاء الله، شوف كيف تكون المسألة، راجع المشرفين وأنا رهن إشارتك. الأمر الثاني كما قلت بأن صلاة الجماعة بهذا الحديث ليست فرض عين، قد تكون فرض كفاية، قد تكون على النافلة على ما بينته في هذا الباب. تفضل يا حسين وارجع بعد الصلاة سريعا. طيب، ثم قال هنا هداك الله، الله 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 ما هديها عاش، الله ما هديها رب العالمين، وهدينا وهدي الجميع. ما في أي شيء، والله ما في أي شيء يا شيخ سعد، ما في أي شيء، بس أنا بقول النقاش حضرتك تجعله بعد الصلاة، سيستفيد منه الإخوة جميعا، بدل ما أقف الدرس وبعدين نتناقش، نخلي النقاش لأنه في مسألة فنتكلم فيها، نخليه بعد الصلاة، بعد الدرس، فهيكون مثمرا جدا لما تأتي بالأدلة ونتناقش فيها معا، ونشوف المسألة كيف الترجيح فيها على حسب الدليل. هذا يفيد جدا، لأنه ممكن التعليق أنا لا أراه فيذهب ويكون فيه فائدة. فلذلك قلت لو كان استشكالا يكون بعد الدرس أفضل، سيفيدني ويفيدك ويفيد طلبة العلم رضي الله عنك. الله يوفقنا إياك للخير والبر، رضي الله عنك يا أستاذة أمينة، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، هذا أدب منك. قال: فلا تفعل. نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المسجد والصلاة تصلى ولا يصلى، فأمرهما بالصلاة. لذلك قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهنا قال: أنا أقول بأن فرض كفاية، فإنها لكما نافلة، فجعلها نافلة. فإذا هذا الحديث دليل كما قلت لمن قال بأنها فرض كفاية، لأنه لم ينكر عليهما أنهما صليا في رضي الله عنك حرضك رب شخصا أنهما صليا في رحالهما، لكن أمرهما أن يصليا مع الإمام، وهذا فيه أيضا من الفقه عدم إساءة الظن بهما. شوف، لأن النبي قال للآخر: قال: أست رجل مسلما؟ حتى لا يساء به الظن، والأمر الثاني حتى لا يفوت الكمال.
في صلاة النافلة مع الجماعة يكون فيها كمال، وقد يعطيها الله يعني الفريضة بها، يعني يعطي أجر الفريضة الفريضة بها. نعم. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: حسن فعل النبي مع الصحابة بالاهتمام والرعاية، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هنا المسألة في هذا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لأن النبي لو كانت فرض عين قال لهما: صليتما في حالكما جماعة أم صليتما على الفرض؟ فلما سكت النبي عن الاستفسار دل على جواز الجميع، فكان هنا التطبيق في هذا الباب ترك الاستفسار قاعدة من الأهمية المكان، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الفائدة الثالثة: جواز إعادة الصلاة الفريضة بنية النافلة لا بنية فريضة، لأن النبي نهى عن إعادة الصلاة مرتين في يوم واحد. الآن أترككم بعض الوقت من أجل المناقشات، ومسألة الآية واركع مع الركعين في هذا الباب قد يستدل بها المستدل على أنها أمين أمين على أنها فرض عين، وهذه أدلة كثيرة أثبتت فرض الكفاية. حمزة يقول: لعل الحديث ورد في بداية التشريع، يعني هو طبعا الخرص والتخمين في مسائل محكمة يصعب يا حمزة، ومع ذلك نحن نقول المسألة ما زالت خلافية، يعني احنا لا نحجر على الخلاف، لا نحجره ولا نغلقه، لكننا نقول الذي يترجح والظاهر في هذا الباب أنها على فرض الكفاية وليست على فرض العين. نعم، يجب الترتيب في الفوائد، في قضاء الفوائد يجب الترتيب. طيب، أنا الآن أترك لكم دقيقتين للأسئلة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.